إذن لنعرف فضل الصيام في شعبان من جهتين اثنين. أولا أنها ترفع فيه الأعمال، وفضل الصوم يتبين لك من قول النبي أحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم، ما قال أنا أصلي، إيش يدل عليه؟ فضل إيش؟ فاختار من الأعمال ترفع إيش؟ الصيام لفضله. قال وأنا أتصدق، وأنا ما قال كل هذا، قال الصوم، فدل على فضله. فأنا قال لما ترفع الأعمال اختار، اختار الله له من العبادات اللي اكثر منها في هذا الشهر ترفع الأعمال الصوم، دل على فضل الصوم عند الله. والله لا يختار النبي ليش إلا الأفضل. من أجل هذا بعض العلماء جنح أن القران أفضل من التمتع لله اختاره النبي، لكن رد عليهم النبي آخر أمرين تمنى التمتع، وإنما منعه من التمتع سوق الهدي، فمن ساق الهدي كان في مثل حال النبي فالقران أفضل، ومن لم يسقه كان التمتع في حقه أفضل من الآخر الأمرين الذي تمناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الغفلة، عبادة الله في الغفلة، أشرنا إليه أول شيء إلى فضل الصوم فاختاره الله له وأن ترفع فيه الأعمال. الثاني عبادة الله في زمن الغفلة، فإذا اجتمع عبادة الله في زمن الغفلة مع شهر ترفع فيه الأعمال واختيار الصوم، كم من المضاعف لشعبان حين يذكرون. وأنت وأنا كلنا عندنا أعمال، والروح وظائف ومكاتب، بعضكم في القطاع الخاص وبعضكم في القطاع العام الحكومي، تتجول في المكاتب إلا عندك هوته وتمره ولا عندك سندويشة، وتدخل على بيتك تلقاه مفطرين، تصير أنت الصائم وحدك، فإن أكثر الناس يغفل عنه. هذه شف لعل نقول فيها من السنن الثابتة الكونية، إنه في كل زمان أكثر الناس في غفلة عن الصيام شعبان، ولكن ستراهم لا يصومون أكثر الناس. فإذا صمت أنت عبدت الله زمن الغفلة، خاصة عن هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عنه إيش الناس. وحينئذ لابد أن تستحضر فضل الله عليك أن اصطفاك بهذه العبادة وقت غفلة الناس، باستحضار ما جاء في ذلك. ثم جاء في الغفلة عبادة الله في زمن الغفلة الحديث الذي خرجه البخاري وغيره أو بعض السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم استنى بهم أو انتظر دون الخروج إليهم حتى ذهب عامة الليل أو كثير منه، فخرج إليهم فقال اللهم صل عليه، قال إنه لا يصلي الآن معكم أحد في الأرض، يشير إلى إيش؟ إلى عبادة الله وقت الغفلة، وصلوا بالليل والناس نيام. عبادة في الهجرة تعدل الهجرة، عبادة في الفتنة وفي الهرج تعدل الهجرة إلي، فهنيئا لك أيها الصائم في شعبان، إذا أنك وقت غفلة الناس صبرت. والصابر على السنة في وقت فتنة الأمة له أجر 50 من الصحابة، لأن مع الفتنة التي تشرد القلب عن طاعة الله ويطيع الله، هذا يدل أنه ثابت عنده يقين بالله، ولا مع قلة المعين على السنة. إذن سبب فضل ذلك في شعبان غفلة الناس عن هذا الشهر. الثاني إيش قلنا؟ رفع الأعمال. فإذا صار الصوم في محله كشعبان، وسيما أن النبي كان يكثر فيه من الصوم هذا الثالث فضل، ويخصه دون الشهور كلها، هذا الفضل الثالث. الفضل الرابع أنه يؤهل لصوم رمضان. قال أبو بكر البلخي، انتبه لهذه الكلمة العظيمة الذي قال ذلك الرجل العاقل الحكيم، قال إن الزرع والغرز في رجب بترك المحرمات، واليوم أنتم آخر يوم في رجب لعله يكون أو غدا، أي نعم، فالآن الأعمال بالخواتيم، اجتهدوا في اليوم لا تعصوا الله، أنتم لازلتم في رجب، فأحسنتم إذ حضرتم في وقت رجب حلقات العلم، لكم أبعد المعصية تكون في الحلقة دون غيرها،
من مخالطة النساء في البيوت إلى آخر. فحينئذ أنتم في إيش نعمة؟ المسألة هذه وش كنا نقولها الأخيرة دي؟ أي وكر الأخير. قال إنكم نعم الغرز يكون في رجب واليوم آخر يمكن غرزتم بتركم محارم الله. تعرفون العقوبة أشد، وأن الله عظم هذا الشهر مع رجب فتركتم المعاصي جزاكم الله خير إذا فعلتم، والله يعيننا على بقيته وساعاته. تغربت الشمس اليوم وغد، فزرعتم وغرزتم وحرثتم. والسقي في شعبان بكثرة التعبد للرحمن بأفضل عبادة أو من أفضل عبادة هو الصوم، ثم يكون الحصاد في رمضان. فذكر كلمة جميلة رحمه الله، قال فمن لم يغرز يعني في رجب ولم يسقي يعني في شعبان كثرة الصوم، فكيف يكون حصاده؟ سيكون يعني ضعيف قليل ولا. فإذا مرن نفسك في شعبان، وهذه الفضيلة الخامسة تمرين النفس من فضل الصوم، تمرين النفس لكي تدخل على العبادة وأنت مستريح بلا مشقة. السادس أنه يكون عندك من الإيمان بصبر الصوم في شعبان وقت غفلة الناس ما تحسن به العبادة في رمضان. فإذا هذه فضائل الصوم في شعبان، فكل واحد منكم الآن يذكر لي فائدة أعيد علي. الفائدة الأولى من صيام شعبان تمرين لرمضان كما قال رجب في جامع الحكم، تمرين رمضان مشقة. ثاني زيادة في الإيمان، نعم تدخل على رمضان وأنت بإيمان قوي لأنك عبدت الله في شهر يغفل عنه الناس والنبي كان يكثر. طيب ثالث إكثار النبي فيه، الله ما يختار النبي الأفضل، كان يكثر الصيام في شعبان. الرابع ترفع الأعمال في شعبان. خامس ليس بفضل الصوم أصلا مما يزيد الإيمان، مما يسهل لك إيش ترك المعاصي في شهر رمضان، لأنك إذا فعلت المعاصي في نهاية شهر رمضان أنت موظف في شهر رمضان. أحيانا يجيك إنسان وأنت قاعد على مكتب في رمضان ويعطيك كلمة من زملائك العمل، تضطر إلى أنك يعني عياذا بالله تشتمه سبب بس الفسوق. الإيمان اللي عندك حصلته من شعبان وضعفت أجر الصيام فيه جعل منك طمأنينة لن